بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فما زلنا في كتاب التهجد ترجمة الخامسة، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على قيام الليل والنوافل من غير إيجاب. وطرق النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وعليا عليهما السلام ليلة للصلاة. قال حدثنا ابن مقاتل قال حدثنا عبد الله وابن المبارك قال أخبرنا معمر وابن راشد عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة، ماذا أنزل الليلة من الفتن، ماذا أنزل من الخزائن، من يوقظ صواحب الحجرات، يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. صاحب الحجرات يعني أمهات المؤمنين. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال: أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي أخبره أن علي بن أبي طالب ودع عن أبيه عن جده، يقول أجل الرواية الرجل عن أبيه عن جد، علي بن حسين اللي هو يلقب بزين العابدين، عن حسين بن علي أبا يعني عن علي بن أبي طالب وجده، أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه أي طرق عليا وفاطمة بنت النبي عليه السلام ليلة فقال: ألا تصليان؟ قال: فقلت: يا رسول الله، أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. وده احتجاج بالقدر يعني، وهو احتجاج صحيح لأن ما فيش فيه يعني دفع للقدر، إذا سقط اللوم صح الاحتجاج بالقدر، وما ترك الصلاة المفروضة واحتج بالقدر، ولكن ترك نافلة لهي قيام الليل. فانصرف حين قلت ذلك ولم يرجع إلي شيئا، ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه وهو يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فكره احتجاج عليه بهذه الحجة الاحتجاج بالقدر. وأدب من النبي صلى الله عليه وسلم يعني نسب الجدل إلى عموم الإنسان، قال: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فأحب منه أن ينسب التقصير إلى نفسه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم، كما ترك يعني الخروج لصلاة التراويح خشية أن يفرض عليهم، وما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط. كانت تشير أنه أيضا ترك المداومة على سبحة الضحى، لم يصليها إلا في السفر أو يعني في كما صلى في بيت عتبان بن مالك لما دعا يصلي في مكان في بيته، فلعلها تشير أيضا إلى أنه يعني لم يداوم عليها يعني خشية أن يفرض على الناس. وما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى يعني سبحة صلاة النافلة قط، وإني لا أسبحها. وطبعا صلاة الضحى ثبت ما يشترطش أن السنة تثبت بالقول، والعمل قد تثبت بالقول وحده أو بالعمل وحده. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في المسجد فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم، في بعض الروايات حتى ضاق المسجد بأهله، وأن هذا كان في رمضان، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم، ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. قال: وذلك في رمضان. قالوا: باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمته أو المؤمنين على قيام الليل، في رواية الأصيلي وكريم صلاة الليل والنافل من غير إجاب. قال ابن المنير: اشتملت الترجمة على أمرين، التحريض ونفي الإجاب. فحديث أم سلمة
وعلي للأول اللي هو التحريض، وحديث عائشة للثاني اللي هو نفي الإجاب. قلت بل يؤخذ من الحديث الأربعة نفي الإجاب ويؤخذ التحريض من حديثي عائشة من قولها كان يدعو العمل وهو يحبه، لأن كل شيء أحبه استلزم التحريض عليه لولا ما عرضه من خشية الافتراض كما سيأتي تقريره، الزمن زمن وحي فيخشى أن يفرض على الناس، وكان بالمؤمنين رؤوفا رحيما. وقد تقدم حديث أم سلمة والكلام عليه في كتاب العلم قال ابن رشيد كأن البخاري فهم أن المراد بالإيقاظ الإيقاظ للصلاة لا مجرد الإخبار بما أنزل لما قال أيقظوا صواحب الحجر، لأنه لو كان مجرد الإخبار لكان يمكن تأخيره إلى النهار لأنه لا يفوت، إن كان يمكن أن يخبرهم يعني بما أراد أن يخبرهم به بالنهار، ولكن كونه يقظه من أجل ذلك فيقظه من أجل قيام الليل. قال ويحتمل أن يقال إن لمشاهدة حال المخبر حينئذ أثرا لا يكون عند التأخير، فيكون الإيقاظ في الحال أبلغ لوعيهن ما يخبرهن به ولسمعهن ما يعظهن به. ويحتمل أن يكون مراد البخاري بقوله قيام الليل ما هو أعم من الصلاة والقراءة والذكر وسماع الموعظة والتفكر في الملكوت وغير ذلك، ويكون قوله والنوافل من عطف الخاص على العام، قيام الليل مثلا للذكر لطلب العلم لأي شيء آخر يعني من الطاعات والعبادات، وصلاة النوافل تكون من الذكر الخاص بعد العام لمزيد الاهتمام كما قال فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. يقول قلت وهذا على رواية الأكثر كما بينته لعلى رواية الأصيلي وكريمة وما نسب إلى فهم البخاري أولا هو المعتمد، فإنه واقع في رواية شعيب عن زهري عند المصنف في الأدب وغيره في هذا الحديث من يوقظ صواحب الحجر يريد أزواجه حتى يصلين، فظهرت أن حصل تصريح بكلمة يصلين فكان الغرض من أجل الصلاة، فظهرت مطابقة الحديث للترجمة وأن فيه التحريض على صلاة الليل وعدم الإجابة يؤخذ من ترك إلزامهن بذلك، وجرى البخاري على عادته في الحوال على ما ورد في بعض طرق الحديث الذي يريده، وستأتي بقية فوائد حديث أم سلمة في الفتن جزء 13. وعبد الله المذكور في إسناده المبارك، وأما حديث علي فعلي بن الحسين المذكور في إسناده هو زين العابدين، وهذا من أصح الأسانيد ومن أشرف التراجم الواردة فيه من روى عن أبيه عن جده، زي بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. يقول حكى الدارقطني أن كاتب ليث روى عن ليث عن عقيل عن زهري فقال عن علي بن الحسين عن الحسن ابن علي، يكون يروي عن عمه الحسن. وكذا وقف رواية حجاج بن أبي منيع عن جده عن الزهري في تفسير ابن مردوي وهو وهم، والصواب عن الحسين يعني عن أبي الحسين، ويؤيده رواية حكيم بن حكيم عن الزهري عن علي بن الحسين عن أبي، أخرج النسائي والطبري. قوله طرق وفاطمة بالنصب عطفا على الضمير والطرق الإتيان بالليل، كان في النهي على أن يطرق الرجل يعني أهله يعني يأتي من سفر وهو غائب ويهجم عليهم ليلا دون أن يعلمه بميعاد يعني سفره أو يبدأ بالمسجد ثم يرسل إليهم، يعني حتى لا يهجم منهم على يعني شيء يكرهه، وحتى تستحد المغيبة تتزين إلى زوجها. وعلى هذا فقوله ليلة للتأكد، وحكى ابن فارس أن معنى طرق أتى، فعلى هذا يكون قوله ليلة لبيان وقت المجيء، ويحتمل أن يكون المراد بقوله ليلة أي مرة واحدة. قوله ألا تصليان، قال ابن بطال فيه فضيلة صلاة الليل وإيقاظ النائمين من الأهل والقرابة لذلك، وقع في رواية حكيم ابن حكيم المذكورة ودخل النبي صلى الله عليه وسلم علي وعلى فاطمة من الليل فأيقظنا للصلاة ثم رجع إلى بيته فصلى هويا من الليل فلم يسمع لنا حسا فرجع إلينا فأيقظنا الحديث. قال الطبري لولا ما علم النبي صلى الله عليه وسلم من عظم فضل الصلاة في الليل ما كان يزعج ابنته وابن عمه في وقت جعله الله لخلقه سكنا، لكنه اختار لهما إحراز تلك الفضيلة على الدعة والسكون امتثالا لقوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة. قوله أنفسنا بيد الله اقتبس على ذلك من قوله الله يتوفى الأنفس حين موتها الآية، وقع في رواية حكيم المذكورة قال علي فجلست وأنا أعرك عيني وأنا أقول والله ما نصلي إلا ما كتب الله لنا إنما أنفسنا بيد الله،
وفي إثبات المشيئة وأن العبد لا يفعل شيئا إلا بإرادة الله عز وجل. قوله بعثنا أي أيقظنا، وأصله إثارة الشيء من موضعه. قوله حين قلت في رواية كريمة حين قلنا، قوله ولم يرجع بفتح أوله أي لم يجبني، وفي أن السكوت يكون جوابا والإعراض عن القول الذي لا يطابق المراد وإن كان حقا في نفسهم. قوله يضرب فخذه فيه جواز ضرب الفخذ عند التأسف. وقال ابن التين كره احتجاجه بالآية المذكورة وأراد منه أن ينسب التفصيل إلى نفسه، وفيه جواز الانتزاع من القرآن وترجيح قول من قال إن اللام في قوله وكان الإنسان للعموم لا لخصوص الكفار، يعني عموم الإنسان. وفيه من قبل عليه حيث لم يكتب ما فيه عليه أدنى غضاضة، إنه كان ممكن إنه ما يبلغ هذا الحديث، ولكنه من باب الأمانة وتبليغ العلم بل يعني بلغه، فقدم مصلحة نشر العلم وتبليغه على كتمه. ونقل ابن بطال عن المهلب قال فيه أنه ليس الإمام أن يشدد في النوافل، حيث قنع صلى الله عليه وسلم بقول علي رضي الله عنه أنفسنا بيد الله، لأنه كلام صحيح في العذر عن التنفل وكان فرضا ما عذره. وأما ضربه فخذه وقراءته الآية فدل أنه ظن أنه أحرجهم فندم على إنبههم، كذا قال وأقره ابن بطال، وليس واضح وما تقدم يعني أولى. قال النووي المختار أنه ضرب فخذه تعجبا من سرعة جوابه وعدم موافقته له على الاعتذار بما اعتذر به والله أعلم. وأما حديث عائشة الأول فيشتمل على حديثين، أحدهما ترك العمل خشية افتراضه ثانيا ذكر صلاة الضحى، وهذا الثاني سيأتي الكلام عليه في باب من لم يصلي الضحى. وقوله في الأول إن بكسر الهمزة وهي المخففة من الثقيلة وفيها ضمير الشأن، قوله قوله لا يدع بفتح اللام أي يترك، قوله خشيته متعلق بقوله لا يدع يدع خشيته، قوله فيفرض بالنصب عطفا على يعمل، وسيأتي الكلام على فؤاده في الحديث الذي بعده. وزاد فيه مالك في الموطأ قالت وكان يحب ما خف على الناس. وأما حديث عائشة الثاني فهو إسناد الذي قبله الحديث الأخير. وقوله صلى ذات ليلة في المسجد تقدم قبيل صفة الصلاة يعني من رواية عمرة عن عائشة أنه صلى في حجرته، أنهم أتموا به وهو في حجرته، وبعضهم قال أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل له يحتجر له حصير كما كان يعتكف فيه يصلي فيه، فالصحابة شافوه يعني من حصير يبدو ما كانش ساتر تماما فاقتدوا به وهو داخل يعني هذا الحصير. وإنما المواد الحصير الذي كان يحتجرها بالليل في المسجد فيجعلها على باب بيت عائشة فيصلي فيه ويجلس عليه بالنهار على هذا الحصير. وقد ورد ذلك مبينا من طرق سعيد المقبوري عن أبي سلمة عن عائشة وهو عند المصنف في كتاب اللباس ولفظه كان يحتجر حصيرا بالليل فيصلي عليه ويبسطه بالنهار فيجلس عليه. ولأحمد من طريق محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة فأمرني أنصب له حصيرا على باب حجرتي ففعلت فخرج، فذكر الحديث. قال النووي معنى يحتجر يحوط موضع من المسجد بحصير يستره ليصلي فيه ولا يمر بين يديه مار ليتوفر خشوعه ويتفرغ قلبه. وتعقب الكرماني بأن لفظ الحديث لا يدل على أن احتجاره كان في المسجد، قالوا لو كان كذلك للزم منه أن يكون تاركا للأفضل الذي أمر الناس به حيث قال فصلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، ثم أجاب بأنه إن صح أنه كان في المسجد فهو إذا احتجر صار كأنه بيت بخصوصيته، أو أن السبب في كون صلاة التطوع في البيت أفضل عدم شوبه بالرياء غالبا، والنبي صلى الله عليه وسلم منزه عن الرياء في بيته وفي غير بيته. قوله صلى من القابلة أي من ليلة القابلة، ولفظ معمر عن ابن شهاب عند أحمد في رواية المستملي ثم صلى من القابل أي الوقت نفس الوقت بالليل أم صلى، فالصحابة انتبهوا وأخبر بعضهم بعضا فكثر العدد حتى ضاق المسجد بأهله في الليلة الثالثة أو الرابعة. قوله ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة كذا رواه مالك بالشك، وفي رواية عقيل عن ابن شهاب كما تقدم في الجمعة فصلى رجال بصلاته فأصبح الناس يتحدثون، ولمسلم من رواية يونس عن ابن شهاب يتحدثون بذلك، ونحوه في رواية عمرو عن عائشة الماضية قبل
صفة الصلاة. ولأحمد بن رواية بن جريج عن ابن شهاب فلما أصبح تحدثوا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مسجد من جوف الليل فاجتمع أكثر منهم، زاد يونس فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة الثانية فصلوا معه فأصبح الناس يذكرون ذلك، فكثر أهل المسجد في الليلة الثالثة فخرج فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله، ولابن جريج حتى كان المسجد يعجز عن أهله، ولأحمد رواية معمر عن ابن شهاب امتلأ المسجد حتى اغتص بأهله، وله من رواية سفيان بن حسين عنه فلما كانت الليلة الرابعة غص المسجد بأهله، قوله فلم يخرج زاد أحمد في رواية ابن جريج حتى سمعت ناسا منهم يقولون الصلاة، وفي رواية سفيان بن حسين فقالوا ما شأنه، وفي حديث زيد بن ثابت كما سيأتي في الاعتصام كتاب الاعتصام أيضا الجزء 13، ففقدوا صوته وظنوا أنه قد نام فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم، يعني يريدون أن ينبهوا النبي صلى الله عليه وسلم الناس مجتمعة في المسجد، وفي حديثه في الأدب فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب، يعني باب باب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم، أخبرهم أنه لم يكن نائما وأنه شعر بهم، في رواية عقيل فلما قضى صلاة الفجر أقبل الناس فتشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم، وفي رواية يونس بن جريج فلم يخف علي شأنكم، زاد في رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف من كبار التابعين اكفلوا من العمل ما تطيقون، وفي رواية معمر أن الذي سأله عن ذلك بعد أن أصبح عمر بن الخطاب فلم أرى في شيء من طرق بيانه عدد صلاته في تلك الليلة، لكن روى ابن خزيمة وابن حبان من حديث جابر رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان 8 ركعات ثم أوتر، فلما كانت القبيلة اجتمعنا في المسجد ورجونا أن يخرج إلينا حتى أصبحنا ثم دخلنا، فقلنا يا رسول الله الحديث، فإن كانت قصة واحدة احتمل أن يكون جابر ممن جاء في الليلة الثالثة، لذلك اختصر على وصف ليلتين، وكذا ما وقع عند مسلم من حديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فجئت فقمت إلى جنبه فجاء رجل فقام حتى كنا رهطا، فلما أحس بنا تجوز ثم دخل رحله، الحديث والظاهر أن هذا كان في قصة أخرى، قوله إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، ظاهره في أن عدم خروجه إليهم كان لهذه الخشية لا لكون المسجد امتلأ وضاق عن المصلين، قوله أن تفرض عليكم في رواية عقيل وابن جريج فتعجزوا عنه، في رواية يونس لكني خشيت أن نفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها، وكذا في رواية أبي سلمة المذكورة قبيل صفة الصلاة خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل، لأن الزمن زمن تشريع، ولذلك لما جمعهم عمر رضي الله عنه ما فيش خشية لأن انتهى وقت التشريع، فتعجزوا عنه أي تشق عليكم فتتركوها مع القدرة عليها، وليس المراد بالعجز الكلي أنه يسقط المكلف يسقط التكليف من أصله، ثم إن ظهر هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم توقع ترتب افتراض الصلاة بالليل جماعة على وجوب المواظبة عليها، وفي ذلك إشكال، وقد جاء بعض المالكية على قاعدتين في أن الشروع ملزم وفيه نظر، وأجاب المحب الطبري بأنه يحتمل أن يكون الله عز وجل أوحى إليه أنك إن واظبت على تلك الصلاة معه افترضتها عليهم فأحب التخفيف عنهم فترك المواظبة، قال ويحتمل أن يكون ذلك وقع في نفسه كما اتفق في بعض القرب التي داوم عليها فافترضت، وقيل خشي أن يظن أحد من الأمة من مداومته عليها الوجوب، وإلى هذا الأخير نحى القرطبي، الناس يفتكروا أن القيام في رمضان واجب من كثرة مداومة الناس يعني على ذلك، فقال قوله فتفرض عليكم أي تظنونها فرضا، فيجب على من ظن ذلك، كما إذا ظن المجتهد حل شيء أو تحريمه فإنه يجب عليه العمل به، يعني حتى لو اختلف يعني عالمان مجتهدان يعني في قضية فكل واحد متعبد بما يعني هو مقتنع به، قال وقيل كان حكم النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا وضب على شيء من أعمال البر واقتدى الناس به فيه أنه يفرض عليهم انتهى، ولا يخفى بعد هذا الأخير، فقد واظب النبي صلى الله عليه وسلم على رواتب الفرائض وتابعه أصحابه ولم تفرض،
وقال ابن بطال يحتمل أن يكون هذا القول صدر منه صلى الله عليه وسلم لما كان قيام الليل فرضا عليه دون أمته، فخشي إن خرج إليهم والتزموا معه قيام الليل أن يسوي الله عز وجل بينه وبينهم في حكمه، لأن الأصل في الشرع المساواة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أمته في العبادة، وده طبعا أيضا مرجوح، يعني هو كان في بداية الأمر يعني يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، ثم نسخ ذلك بالآية الأخيرة في الصورة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قام وحده قام وقام الصحابة معه حولا كاملا ثم نزل التخفيف. ويحتمل أن يكون خشية من مواظبتهم عليها أن يضعفوا عنها فيعصى من تركها بترك اتباع صلى الله عليه وسلم، وقد استشكل الخطبي أصل هذه الخشية مع ما ثبت في حديث الإسراء من أن الله تعالى قال هن خمس وهن خمسون لا يبدل القول لدي، فإذا أمن التبديل فكيف يقع الخوف من الزيادة؟ قال وهذا يدفع في صدور الأجوبة التي تقدمت. وقد أجاب عنه الخطبي بأن صلاة الليل كانت واجبة عليه صلى الله عليه وسلم وأفعاله الشرعية يجب على الأمة الاقتداء به فيها يعني عند المواظبة، فترك الخروج إليهم لئلا يدخل ذلك في الواجب من طريق الأمر بالاقتداء به لا من طريق إنشاء فرض جديد زائد على الخمس. وهذا كما يوجب المرء على نفسه صلاة نذر فتجب عليه، ولا يلزم من ذلك زيادة فرض في أصل الشرع. قالوا في احتمال آخر وهو أن الله عز وجل فرض الصلاة 50 ثم حط معظمها بشفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإذا عادت الأمة فيما استوهب لها والتزمت ما استعفى لهم نبيهم صلى الله عليه وسلم منه لم يستنكر أن يثبت ذلك فرضا عليهم، كما التزم الناس الرهبانية من قبل أنفسهم ثم عاب الله عز وجل عليهم التقصير فيها فقال فما رعوها حق رعايتها، فخشي صلى الله عليه وسلم أن يكون سبيلهم سبيل أولئك فقطع العمل شفقة عليهم من ذلك. وقد تلقى هذين الجوابين من الخطبي جماعة من الشراح كابن الجوزي، ومبني على أن قيام الليل كان واجبا عليه صلى الله عليه وسلم وعلى وجوب الاقتداء بأفعاله، وفي كل من الأمرين نزاع، أن الفعل لوحده لا يكفي في القول بالوجوب يعني بل يدل على الجواز يعني. وفي كل من الأمرين نزاع. وأجاب الكرماني بأن حديث الإسراء يدل على أن مراد بقوله لا يبدل القول لدي الأمن من نقص شيء من الخمس ولم يتعرض للزيادة انتهى، لكن في ذكر التضعيف بقوله هن خمس وهن خمسون إشارة إلى عدم الزيادة أيضا، لأن التضعيف لا ينقص عن العشر، ودفع بعضهم في الأصل في السؤال بأن الزمان كان قبل النسخ فلا مانع من خشية الافتراض، وفيه نظر لأن قوله لا يبدل القول لدي خبر والنسخ لا يدخله على الراجح. يقول ليس هو كقوله مثلا لهم صوم الدهر أبدا فإنه يجوز فيه النسخ. يقول وقد فتح الباري بثلاثة أجوبة، هذا كلام ابن حجر يقول أن دفع الإشكال ما يبدل القول لدي، فزي خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرض عليهم مع قوله هن خمس وهن خمسون ما يبدل القول لدي، خمس في العمل وخمسون في الثواب. يقول فتح الباري بثلاثة أجوبة، أحدها يحتمل أن يكون المخوف افتراض قيام الليل بمعنى جعل التهجد في المسجد جماعة شرطا في صحة التنفل بالليل، ويوم إليه قوله في حديث زيد بن ثابت حتى خشيت أن يكتب عليكم ولو كتب عليكم ما قمتم فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فمنعهم من التجميع في المسجد إشفاقا عليهم من اشتراطه، وأمن مع إذنه في المواظبة على ذلك في بيوتهم من افتراضه عليهم، أن خشي أن يكون الاجتماع في المسجد شرط لصحة الصلاة، وذلك قال فصلوا أيها الناس في بيوتكم، مع أن صلاتهم في البيوت أيضا يعني قد تفرض عليهم، ولكن يعني هو اللي يفرض عليهم أن يكون في المسجد. الأمر الثاني ثانيا يحتمل أن يكون مخوف افتراض قيام الليل على الكفاية لا على الأعيان، أنه يكون فرض كفاية زي صلاة الجنازة، يبقى لو صلى جماعة في المسجد يبقى سقط الحرج عن الباقين، فهذا لا يعارض هن خمس وهن خمسون لا يبدل القول لدي، فلا يكون ذلك زائدا على الخمس، بل هو نظير مذهب أي قوم في العيد ونحوها. ثالثا يحتمل أن يكون مخوف افتراض رمضان خاصة، وقد وقع في حديث الباب أن ذلك كان في رمضان، وفي رواية سفيان بن حسين خشيت أن يفرض عليكم قيام هذا الشهر، فعلى هذا يرتفع الإشكال لأن قيام رمضان لا يتكرر كل يوم في السنة، فيكون ذلك قدرا زائدا على الخمس، يبقى حاجة خاصة يعني في رمضان بيفرض قيام الليل، فلا يعرض أن هي
على الدوام 5 صلوات في اليوم والليلة. وأقوى هذه الأجوبة الثلاثة في نظري الأول، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، أنه هو إيه؟ أن يكون الاجتماع في المسجد شرط صحة القيام. وفي حديث الباب من الفوائد غير ما تقدم ندب قيام الليل، ولا سيما في رمضان جماعة، لأن الخشية المذكورة أمنت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك جمعهم عمر رضي الله عنه على أبي بن كعب كما سيأتي في الصيام إن شاء الله تعالى، في جواز الفرار من قدر الله إلى قدر الله قاله المهلب، وفي أن الكبير إذا فعل شيئا خلاف ما اعتده أتباعه أن يذكر لهم عذره وحكمه والحكمة فيه، أنه اجتمع ولم يخرج إليهم كان يمكن أن ما يخبرهم بشيء، ولكن أخبرهم بالمنع لهم من ذلك. وفيه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه من الزهادة في الدنيا والاكتفاء بما قل منها والشفقة على أمتي والرأفة بهم، وفيه ترك بعض المصالح لخوف المفسدة وتقديم أهم المصلحتين، وفيه الاقتداء بمن لم ينوي الإمامة كما تقدم، وفيه نظر. يقول في الهامش: هذا النظر ليس بجيد، والصواب جواز الاقتداء بمن لم ينوي الإمامة، يعني واحد بيصلي وحده وجاء واحد ائتم به. وبحديث ابن عباس حين صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة التي بات فيها عند خالته، وصلى ابن عباس يعني خلفه، والأحاديث ولأحاديث أخرى ورد في هذا الباب، ولا فرق بين الفريضة والنافلة، لأن الأصل التسوية بينهما في الأحكام إلا ما خصه الدليل، ولا مخصص هنا فيما أعلم والله أعلم. يقول: لأن نفي النية لم ينقل ولا يطلع عليه بالظن، فهي ما تحتاج إلى نية، واحد يصلي وحده وأتم أحد به فالصلاة صحيحة. وفي ترك الأذان والإقامة للنوافل إذا صليت جماعة، ما فيش أذان وإقامة لصلاة الليل أو التهجد في رمضان. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.